حكم الترديد خلف المؤذن والإنسان يصلي؟ هنا إذا كان الإنسان يصلي فلا يتابع المؤذن، لأن في الصلاة شغلا، والمصلي ليس تابعا للمؤذن حتى نقول ينصت كما ينصت لقراءة الإمام. لكن إذا كان سبب الذكر يعني لا يشغل، مثل لو عطس فله أن يحمد الله على القول الراجح، ولو أن أصابه الوسواس في الصلاة يعني الهواجيس فإنه يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن هذا لا يعني لا يشغله عن صلاته. نعم.